تسعى كلية مجتمع طليطة غومي في بيت جالة لتأهيل شباب وشابات للانخراط في سوق العمل من خلال تزويدهم بمهارات في مجالات إدارة الطعام والشراب والعمل الفندقي والسياحة، علاوة أنها تقيم مخيمات صيفية ذات أهمية في هذا المجال. إلى التفاصيل مع رسالة الأرض المقدسة. هنا كلية مجتمع طليطة قومي التي تعمل تحت مظلة مدرسة طليطة قومي التابعة لكنيسة اللوثرية الإنجيلية، وبأجواء مليئة بالفرح احتفلت باختتام مخيمها الشف الصغير، حيث كان لنا لقاء مع عميد الكلية الأستاذة لوريت أبو جابر، والتي أوضحت لنا بإيجاز عن أهمية إقامة مخيمات كهذه والتي تعمل على صقل شخصية يعتمد عليها في المجتمع. مؤسسة طليطة قومي هي مؤسسة تابعة للكنيسة اللوثرية الإنجيلية اللي موجودين في بيت جالة من آلاف السنوات. كلية طليطة قومي تأسست سنة 2000 لما سوينا دراسة للمجتمع المحلي وشوفنا شو الاحتياج لسوق العمل، وقررنا أنه بما أنه نحن أراضي مقدسة وسياحة عنا والحجاج نسبتها عالية وتعتمد عليها دولة فلسطين، فأنشأنا كلية طليطة قومي متخصصة بالبرامج الفندقية لتزويد ورفد سوق العمل بالشباب المتخصصين والخريجين المتخصصين المهارين الكفؤين بالخدمات السياحية. تخلل الاختتام ورشات عمل في فن الطهي وإعداد الحلويات وأداب المائدة بحضور أهالي الأفراد، وعرض تقرير عن فترة المخيم والنشاطات المتنوعة وفن التصوير الفوتوغرافي وإعداد الشمع والرحل والعديد من الفقرات. طبعاً بالكلية نحن بنعطي الدبلوم المتوسط المعترف فيه من وزارة التعليم العالي للشباب الناجحين بالتوجيهي بمعدل 50 وفوق، لكن نحن بال 2006 أنشأنا مركز تدريب مهني لأنه مش كل الشباب والشابات ميولهم أكاديمية، ففي عندنا كثير شباب بعد صف العاشر بيطلعوا من الدراسة، فبتوجهوا لمراكز التدريب المهني ليأخذوا مهنة المستقبل ويبنوا مستقبل واعد لهم. فنحن هون كمان بنستقبل هدول الشباب والشابات، وفي عندنا برنامج دعم للمرأة مع الاتحاد العالمي اللوثري العالمي الكندي اللي اسمه ثابري، هو هذا بدعم المرأة وبمكنها في مجتمعها المحلي. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشتركين بحضور العميد لوريت والشيف أنور فرج والأستاذ جريس بصير والمتطوعين بعد كسبهم لمهارات في فن الطهي. نحن بالكلية والمركز منتبع نظام الثنائي للتعلم اللي هو عملي ونظري مع بعض، وفي عنا نشاطات خدمة مجتمعية ونشاطات توعية لطلاب المدارس وللمجتمع المحلي اللي منوعي فيها عن المهن الموجودة عنا في الكلية والمركز. ونحن كل سنة نعمل مخيم صيفي الطاهي الصغير اللي هو جاي مستوحى اسمه من المهن اللي نحن منعلمها هون بالكلية والمركز اللي منوعي فيها الطلاب لمهنة الشيف. طبعا منضيف لها مهن أخرى اللي هي زي تصنيع الشمع، زي التصوير، زي أداب المائدة، السفرة، كمان وتصنيع الحلويات. منوعي الطلاب لكل هدول المهن اللي ممكن هم بالمستقبل يحبوهم ويجوا يدرسوا هدول التخصصات. نوسع مدارك الطلبة للمهن الموجودة عندنا في المجتمع واللي بحاجة لها سوق العمل. وأنا انضميت لهذا المخيم عشان أنا بحب الطبيخ وبدي أزيد مهاراتي في الطبيخ، وهذا المخيم أفادني كتير إنه شفت كتير أكلات، يعني نشروا لي الوعي إنه في كتير أكلات مش منيحة للناس والناس بفكروها منيحة وصحية. الهدف من هذه النشاطات اللي بنسويها في كلية مجتمع طليطة هو إعطاء فكرة جديدة للأجيال الصاعدة بأهمية مهنة الطبخ وأهمية مهنة إدارة الطعام والشراب، لانه زي ما الجميع بيعرف انه احنا بنمر في ظروف استثنائيه في مجتمعنا الفلسطيني. هذه الظروف بتحتم علينا انه نتجه
بشكل جدي نحو المهن والصناعات المهنية اللي من ضمنها صناعة الطعام والشراب، لما إلها من أهمية كبيرة في انتعاش السوق المحلي، وإلها أهمية كبيرة في إضافة أشياء جديدة في مجتمعنا. مش إنه منقلل من أهمية التعليم النظري، ولكن التعليم المهني هو مطلوب مش بس في فلسطين، هو مطلوب عالميا. ويذكر أن هذه الكلية توفر فرص التعليم المهني لينخرط الفرد في المجتمع بعد اكتساب الخبرة والمعرفة والدورات العملية والنظرية، ليصبح إنساناً فعالاً في حياته، وخصوصاً أن الأراضي المقدسة تعد الأولى في السياحة وتوفر فرص عمل لهذه الفئة المجتمعية. كلية طليطة قومي أو مؤسسة طليطة قومي جاي اسم طليطة قومي هو من الإنجيل، هي أعجوبة عملها سيد المسيح له المجد لما قوم من فتاة طليطة من الموت. فمؤسستنا هي مؤسسة عريقة تابعة للكنيسة اللوثرية، موجودين في بيت جالا. كان أساسنا في القدس، كانت في شارع يافا، وانتقلت بعدين على بيت جالا بهذا الموقع. للنورسات مارلين الحدوى من كلية مجتمع طليطة قومي بيت جالا. في خطوة تعكس روح التضامن والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، افتتحت جمعية القديس يوسف الخيرية في بيت ساحور بحضور عدد